بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانويات العامة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات مراجعة منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم. معكم في حلقة اليوم أخوكم محمد الصاوي من طنطا، وأستاذنا الغالي أستاذ بلال عبده كبير معلم اللغة العربية بمحافظة المنوفية. أهلا بحضرتك أستاذ بلال. اهلا وسهلا بالاستاذ محمد، ازاي حضرتك؟ وان شاء الله باذن الله تعالى يبقى مراجعه جميله مفيده لاولادنا ان شاء الله. النهارده ان شاء الله يا استاذ محمد ناويين نراجع ايه باذن الله مع ولادنا؟ إن شاء الله يا أستاذ بلال هنراجع في حلقة اليوم إن شاء الله فرع من فروع اللغة العربية، ألا وهو القراءة المتحررة والسيرة الذاتية لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. أستاذ بلال، أستاذنا الغالي، طبعا فرع القراءة ده يبقى فرع سهل للولاد وبيعرفوا الحمد لله يتجاوبوا معاه، وخاصة هم يعلمون أن بيجي لهم قطعتين قراءة، قطعة معلوماتية أستاذ بلال وقطعة أدبية، وبيربط القطعة الأدبية بالسيرة الذاتية لعميد الأدب العربي طه حسين. والسؤال الأولاني عليه 7 أسئلة، والقراءة الفرع الثاني القطعة الأدبية عليها 7 أسئلة. أستاذنا الفاضل أستاذ بلال، قل لأولادنا وحبايبنا وأبنائنا في كل مكان كيف يتعامل مع فرع القراءة المتحررة. تفضل أستاذنا. تمام، بارك الله فيك يا شباب. ان شاء الله احنا على موعد يوم الخميس القادم، ان السيد الوزير صرح ان شاء الله في كتيب اسمه المفاهيم اللي الطالب هيعتمد عليها. فالمفهوم الاولاني اللي ممكن تلاقيه ان شاء الله باذن الله تعالى في هذا الكتيب هو اول حاجه النواتج التعلم اللي انا عاوز اطلع بيها من القراءه. يعني انا بتعلم القراءه ليه؟ هخش الامتحان هلاقي ايه؟ هلاقي قطع زي ما استاذنا محمد قال، لابد ان انا احط نصب عيني ان في حاجه اسمها حاجه واحده اللي هو ايه؟ فهم المقروء. فهم المقروء هو اللي عليه العامل الاساسي، مش في القراءه وبس يا استاذ محمد، لكن في كل فروع فهم المقروء هو رقم واحد. يا استاذ بلال، دايما الطالب لما يقرا صح هيحل صح في اي فرع من فروع اللغة العربية، تمام. يقرأ صح طبعا هيحل صح إن شاء الله. الحاجة التانية يا أستاذ محمد، اتفضل. لابد إن الطالب لا يعتمد على معلومة سابقة عنده. يعني اللي في دماغك من المعلومات خليه لك دلوقتي، لكن وأنا بشتغل مع القطعة القرائية لابد إن أنا أشتغل من القطعة اللي قدامي، أتعامل مع القماشة اللي قدامي، أفصل من القماشة اللي قدامي، ما أجيبش قماشة تانية. لذلك عليا دايما إن أنا أرجع للقطعة كل شوية. اتفضل يا اسمح. اشكرك استاذ بلال. طبعا عزيز الطالب، عزيز الطالبه، احنا هنتعامل طبعا ازاي نعرف نقترح عنوان للموضوع، وازاي نعرف الفكره اولاد العامه، وكيف كيفيه استخراج من بين البدائل او الاختيار من بين البدائل الفكره الرئيسه لكل فكره من الفقرات، وهنعرف العلاقات الضمنيه بين الجمل بعضها والبعض الاخر. طبعا استاذ بلال هنبدا في الفقره الاولى او القطعه الاولى طبعا، ودي من امتحانات الثانويه العامه عزيز الطالب عزيز الطالبه. وطبعا القطعه دي وكنت اعود كل يوم، القطعه دي يا اولاد اصلا من كتاب السيره الذاتيه لاحمد امين اللي هو حياتي، وعايزكم دايما تطلعوا عليه حتى يعني تقروا كده من الفصول الاولانيه، من اول فصل مثلا الاول لغايه العاشر كده وال 11 عليكم بقراءه هذا الكتاب حياتي لاحمد امين. وهذه الفقرة يا أستاذ بلال في الفصل الثاني من كتاب حياتي، وقد وردت في امتحانات الثانويات العامة في العام الماضي. يقول الكاتب: وكنت أعود كل يوم فأرمي كتبي وكراساتي وأخرج إلى الشارع لألعب مع أقراني، فأزجر عن اللعب أي أمنع عن اللعب، فأصعد وأطل على اللاعبين من الشرفة أي البلكونة، وبي حسرة، بي حسرات ولهفات، هو بيتحسر وعنده لهفة، إلى أن ينظر إلى أقران وهم يلعبون، وأسمعهم يصفونني بالعقل والهدوء، فألعن العقل وأذم الهدوء، فقد كنت مكرها أي مجبرا على ذلك، لا مدفوعا بطباعي وميولي، ومتى رأيت طفلا
متى رأيت طفلا ساكنا قليل الحركة فأعلم أنه مريض. علاقة الجملة بما قبلها نتيجة، أي جواب شرط تديك نتيجة، أنه مريض أو ضعيف أو ممسوخ. ممسوخ يا أولاد أي تغيرت عليه علامات وجهه مخالفا لأصلها. ومتى يلعب الولد ويجري إذا لم يفعل ذلك في طفولته؟ ويدخل الليل فأجلس قريبا من المصباح وأفتح الكتاب وأقرأ خوفا، مفعول لأجله، يبقى علاقة الجملة ما قبلها تعليلية، وأقرأ خوفا من الصوت لا رغبة في التعليم. ويراني أبي فيشفق علي، فيشفق على عيني، فيشفق هنا علاقة ما قبلها نتيجة، على عيني أن تؤذيهما القراءة في الليل فينهاني عنها، فأطوي الكتاب وأسكت وأضيق ذرعا بهذا الصمت، يعني أضيق خلقا، فأفتح فمي وأهم بالكلام فينهاني أبي وينهرني ويقول لي لا تقاطع الكبار ولا تحشر نفسك. شوف يعني لا تتدخل فيما لا يعنيك، أو لا تتحدث بدون إذن ولا تحشر نفسك معهم. فأقول إنه ليس هنا صغار أحشر نفسي معهم، فما من أتكلم؟ فيضع إصبعه على فمه، وهذه إشارة تدل على النهي والزجر، فأسكت ثم ينفض صبري وعكسها الجزع فأعود إلى الكلام فيقول لي ألم أقل لك إن هذا الكلام لا يليق؟ فأعترض بأني أراه يتكلم وأرى أمي تتكلم، أمك والدك متزوج بإثنتين فلماذا يليق بهما ما لا يليق بي؟ فيبتسم ولا أدري لماذا، ويربط ويرتب لي على كتفي، يرتب أو يرتب لي على كتفي، أي يضرب على كتفي ضربا خفيفا، يضرب كده ضرب خفيف، وخدي، وقد يقبلني ويمسح لي شعري، فأتململ وأقول له إني أريد أن أتكلم وألعب، فمع من؟ وأخي أصغر مني ب4 سنوات وهو على كل نائم. فتحملني أمي إلى الخادمة وتوصيها بي وتتركني معها فتسري عني، أي تزيل همي وغمي بحكايتها وأحاديثها حتى يغلبني النعاس وأنام. إحنا أولاد قرأنا كده القطعة، وأعتقد المعنى العام وصل. وبرضو عايز الطالب عايز الطالبة المفروض تقراها مرة واثنين وثلاثة، وتدي لنفسك قدر من الحرية والانطلاق، ما تربطش نفسك بالأسئلة، لا تنظر الأسئلة قبل أن تقرأ القطعة. فلازم عزيز الطالب عزيزة الطالبة تقرأ القطعة بحرية وبعد كده تنظر إلى الأسئلة. اتفضل أستاذنا الفاضل أستاذ بلال. شكرا أستاذ محمد، قراءة حضرتك قراءة لذيذة ومعبرة. الشباب أول سؤال زي ما الأستاذ محمد قرأنا، أبوه بيقول له ها ما تحشرش نفسك معاهم، أنا بتحدث بلغة يعني قريبة للعامية، تحشر نفسك معهم، هل هنا معناها يا شبابنا بمعنى تطيل الجلوس بينهم، تتدخل في شؤونهم الخاصة، تتطاول في حديثك إليهم، تتدخل في حديثهم دون إذنهم؟ يا ترى الإجابة إيه؟ بيقول الإجابة يا أستاذ بلال رقم باء، فبما ترد عليه أستاذ بلال؟ والله حضرتك يعني أنا شايف لما بتقول تتدخل في حديثهم دون إذنهم، الولد من سياق الكلام يعني لو رجعنا حضراتكم للقطعة بعد إذن أستاذ محمد قدامي إيه؟ القطعة تمام بينهى وبيقول له لا تقاطع الكبار ولا تحشر نفسك، يعني معنى ذلك انه بيتكلم بدون اذن. تمام تمام، الاجابه هي رقم د، تتدخل في حديثه. استاذ محمد السؤال الثاني اتفضل. عزيزي الطالب عزيزتي الطالبه، السؤال يقول ما الذي جعل الطفل يتململ اي يشعر بالملل؟ هي كلمه يتململ اولاد يعني يسرع وهو ينهض، لكن هنا بمعنى يشعر بالملل. ما الذي جعل الطفل يتململ كما فهمت من الفقرة الأخيرة؟ طب أستاذ بلال لو جبنا الفقرة الأخيرة كده نشوف الفقرة الأخيرة، أتململ وأقول له إني أريد أن أتكلم وألعب،
فمع من؟ يعني لا احد. يبقى نرجع تاني استاذ بلال كده للاختيارات ونشوف البدائل بتقول لنا ايه كده. هل يا ترى الذي جعل الطفل يتململ هل انشغال والديه عنه بشؤونهما الخاصه، ام صغر من اخيه وكثره نومه، او اخوه يعني كان اصغر منه وهكذا، ولا تقبيل والده له ومسيح على شعره؟ اعتقد لا، ولا انشغال والديه، لكن افتقاده من يشاركه اللعب. يبقى اللي جعل الطفل يتململ يا استاذ بلال هو افتقاده من يشاركه الايه؟ اللعب. وهي طبعا ده سؤال يا استاذ بلال زي ما حضرتك عارف استاذنا الفاضل، من معايير وضع الاسئله طبعا بتقيس معيار التشتت، وفي نفس الوقت بتقيس مهارات معينه، فهم بسيط وفهم عميق وتطبيق بسيط وتطبيق عميق. فهذا يعتبر فهم بسيط يا استاذ بلال، لان السؤال ده اصلا اجابته تعتبر في مباشره في القطعه. اتفضل استاذنا الفاضل. شكرا استاذ محمد. والسؤال رقم 3 يا شباب بيقول: استنتج ما تدل عليه هيئه الاب زي ما وصفها الكاتب لما حط صبعه على فمه وقال فيضع اصبعه على فمه. اسكت. هنا بقى الهيئة دي بتدل على، يا رب بقى تركز انت وهو والاستاذ محمد هيتابع معانا، تمام، بيسجن وبينهاء، اعراض واهمال، مداعبة وتلطف، تهديد ووعيد. في ناس بتقول لي اعراض واهمال، وناس كاتبة مداعبة، وناس كاتبة لي زجر ونهي، والزجر يعتبر هو النهي والمنع، وفي ناس كاتبه تهديد ووعيد. طب ما لما نيجي نعتمد يا استاذ بلال كده على سياسه الاستبعاد ونشوف، في ناس كده كاتبه لي زجر ونهي، واعتقد كده هي الاجابه دي الصحيحه، لكن لو جينا نعتمد على سياسه الاستبعاد كده يا استاذ بلال، تمام تمام، هل هو اعرض في اعراض واهمال؟ وابعد الاصبع على الفم ده يدل على الاعراض والاهمال؟ لا، ده انا لما داري وش كده لك لحضرتك او لزميلي هو ده الاعراض والاهمال. هل انا بحط ايدي عليه كده وبدعب يعني وبلطفه يعني؟ اعتقد لا. يبقى هي ممكن تكون الف او دال يا استاذ بلال، بس الاغلب هي كاتبين لي الف، فبما ترد عليهم استاذ بلال؟ اولا ده اب هيهدد الولد وبيه وتوعده، هو كبير زيه؟ طبعا. هنا بالعاميه اهو، هش مش عايز كلام ولد، خلاص اسكت. يبقى هنا بيزجره وبينهاه، مش يا استاذ بلال بقى بلغه الاشاره، لغه الجسم يعني. لو الواحد بيحط ايده كده ضامن صابعه الاكبر مع الاصغر وبيعمل اشاره كده، دي بتبقى فيها تهديد ووعيد. ايوه اسكت ما تتكلمش، هي دي اللي فيها تهديد ووعيد. لكن ها الاجابه يا استاذ بلال هو زجر ونهي. تمام. السؤال اللي بعده اتفضل يا استاذنا. تمام يا استاذ بلال، تسلم يا غالي. إيه عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبه، السؤال يقول: استنتج من خلال ما قرات الاسلوب الذي اتبعه والد الكاتب في تربيته. الاسلوب هنا اولاد مش يقصد به الاسلوب يتبادر لذهنك، الاسلوب يعني خصائص اسلوبه ايه؟ لا، في تربيته. يعني هل يا ترى كان بيتبع معه منهج الغلظه والقسوه زي في بعض الاباء بيكونوا بيتسموا بالغلظه والقسوه؟ ولا الحنو اي الحنان بيغلب عليه شدة الحرص على التهذيب، يعني هو بيحنو عليه وشديد الحرص على التهذيب؟ طيب، ولا هل يا ترى توازن بين الشدة واللين وبين المنع والإباحة، ولا إهمال وحرمان؟ طبعا إهمال وحرمان دي مستبعدة. الغلظة والقسوة هو كان أحيانا بيشد عليه وأحيانا بيلين، يبقى رقم ألف تعتبر خطأ. طيب لو جينا نشوف حنو يغلب عليه شدة الحرص، هو يعني كان بيحنو عليه في لين، لكن كان في احيانا قسوة. يبقى اذا رقم باء انا استبعدها لان كان بيستخدم اسلوبين اثنين. يبقى اذا يا اولاد الاجابة الصحيحة يا استاذ بلال هي توازن بين الشدة واللين وبين المنع والإباحة، يعني مرة يشد عليه ومرة يلين، وهذه هي سياسة الآباء دائما مع الأبناء. الأب لا بيبقى شديد على طول ولا بيبقى قاسي على طول، ولكن بيبقى أحيانا ما بين بين. وخدوا بالكم أولاد، لأن طبعا الكتب الخارجية بتكتبها إيه الإجابات غير كده، بتكتب إجابات غير، لكن دي الإجابة الصحيحة حسب ما وردت في المركز القومي للامتحانات. تفضل استاذنا غالي.
قال طه حسين في كتابه الأيام: ولا يستطيع أن يطلب ذلك، فأبغض شيء إليه أن يطلب إلى أحد شيئا، ولو قد طلب ذلك إلى أخيه لرده عنه ردا رفيقا أو عنيفا، ولكنه مؤلم له، مؤذ لنفسه. على كل حال، فالخير في أن يملك نفسه، أو يملك على نفسه أمرها، ويكتم حاجة عقله إلى العلم، وحاجة أذنه إلى الحديث. السؤال يا جميل، هنا بقى المهارة، مهارة أسئلة الثانوية العامة، مهارة اسمها الموازنة. تعال هنوازن، يعني هنقارن ما بين إيه وإيه؟ ما بين شخصية طه حسين من خلال الفقرة اللي قدامك دي، والكاتب اللي معانا في اسلوب كل منهما انه يعبر عن حاجته ورغباته في ضوء ما ورد في حديث كل منهم. استاذنا الفاضل، استاذنا الغالي، هل يتطلب من الطالب ان يحفظ السيره الذاتيه لعميد الادب العربي طه حسين، وخاصه الوقت ضيق دلوقتي، في بعض الولاد كتير قوي ما قراهاش، لكن انت تنصحهم بايه يا استاذ بلال؟ استاذنا طبعا يعني من عدم الذكاء ان الطالب يحفظ قصة او يحفظ بشكل عام في منهج اللغة العربية اي حفظ. طبعا احنا في فرق ما بين اعرف القاعدة النحوية واتعرف عليها لدرجة ان انا خلاص هضمتها وبقت في ذهني، هذا بنسميه حفظ، وببدأ امسكها واطبق. طب القصة هل هيرجع يقول لي عدد اخوات طه حسين قد ايه؟ ما بقاش الكلام ده. هل يا ترى مطلوب مني اعرف الاحداث بالتفصيل؟ لا، لابد ان انا الم بهذه القصه الجميله ثم يبقى افهم المعنى العام يا استاذ بلال، افهم المعنى العام بس وخلاص، وكده كده هو بيجيب لي الفكره قدامي اصلا، بس لازم اكون انا كنت ايه قاريها قبل كده. بالظبط. شكرا يا استاذ بلال، اتفضل استاذنا. فهنا عايزين نعرف يا شباب، طه حسين والكاتب اللي معانا احمد امين وهم اطفال، السؤال لو حبينا نقرا كل واحد، هل طبيعه الف، هل طبيعه الكاتب انه مدلل مسرف في مطالبه، وطه حسين قانع مقتصد في حاجته؟ يعني ده مدلل وده عنده قناعه. طب الكاتب مندفع مجاهر بحاجاتي، انا عايز اتكلم، انا عايز العب. اما طه حسين فمتحفظ متكتم في التعبير عنها، اقرا فوق القطعه. هل طه حسين متردد خجول والكاتب متهور ومشاغب؟ هل طه حسين متسامح في حاجاته بيفرط فيها كده مسامح فيها، اما الكاتب متمسك بيها؟ لو قريت وفهمت هتقدر توازن صح، ويبقى اجابتنا هي الاجابه رقم ب، لان الكاتب بتاعنا انا عايز العب، انا عايز اعب، اشمعنى انتوا بتتكلموا؟ رجعنا للقطعه. اما طه حسين فبيبقى نفسه لكن ما بيطلبش من حد حاجه، متحفظ دايما كاتم جواه انه يعبر. طب ليه؟ لانه اصعب حاجه عنده انه اخوه يقول له لا، او يرد ردا سواء رقيقا او عنيفا. كان بيملك نفسه، او كان بيملك نفسه دايما ويسيطر ايه عليها، وهذا يدل على عزه نفسه، عزه نفسه. شكرا استاذ بلال. العفو. سؤال اخر، والسؤال ده جميل قوي يا استاذ بلال، ودايما من الاسئله اللي بتعتمد على الاستنتاج العقلي. السؤال يقول: اقترح التصرف الذي كان يمكن أن يرضي الابن ويحظى بقبول الأب في ضوء فهمك للموضوع. بعد قراءتنا أولاد للفقرة اللي فاتت أو قطعة القراءة، عايزين نقول كده إيه التصرف الذي كان يمكن أن يرضي الابن ويحظى بقبول الأب في ضوء فهمك للموضوع. هل يا ترى التصرف أن ينام مبكرا مثل أخيه الصغير، أن ينام الولد أو الطفل يعني أو الابن مبكرا مثل أخيه الصغير، أم يقرأ كثيرا حتى يغلبه النوم، أو يشارك أقرانه أي أصدقائه اللعب في الشارع، ولا يتكلم مع والديه فيما يخصه؟ لو إحنا رجعنا للقطع هتجد الإجابة واضحة ومباشرة، أولاد يبقى يتكلم مع والديه فيما يخصه. تمام. اتفضل. السؤال السابع استاذ محمد بيقول: ايه المقوله اللي بتنطبق على ما اتبعه الاب في تربيه الابن؟ استاذ محمد بعد اذنك ممكن تناقش الطلبه في السؤال دوت. تمام. طبعا يا اولاد السؤال بيقول: ما المقوله التي تنطبق على ما اتبعه الاب في تربيه الابن؟
احنا عرفنا اولاد ان الاب احيانا اي اب عموما بيكون احيانا شديد وبيقسو على اولاده واحيانا بيلين، يعني هي دي طبيعه الاب اساسا وطبيعه كمان الام. طيب الاسلوب المقوله التي تنطبق على ما يتبعه الاب في تربيته لابنه، هل اقول له لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر؟ هي اجابه قريبه، يعني هنا بتتطلب المرونه، ما تكونش صلب حتى لا تكسر ولا تكن لينا حتى لا تعصر. ما الاب لما بيكون شديد شديد قوي العيال بتنفر منه وبتبتعد عنه، ولو كان لين وطري قوي العيال بتركبه بمعنى اصح يعني. فبيقول لك لا تكن صلبا لا تكن صلبا فتكسر وتكن لينا فتعصر، دي بتدل على المرونه بس دي بعيده شويه. الاب كان بيشد ويلين، طب من شبه اباه فما ظلم، الولد بيطلع لابيه، بس دي ما بتنطبقش على اسلوب التربيه اللي اتبعه الكاتب. طيب نشوف اللي رقم جيم، من يكو حازما فليقسو احيانا على من يرحم. طب نشوف، انا بقول الاجابه هي دي ولا خير الكلام ما قل ودل؟ طبعا الرقم دل دي مستبعده خالص، ملهاش علاقه بالاسلوب اللي استبعاه الكاتب فين في تربيه ابنه. هل يا ترى من يكو حازما فليقسو؟ ايوه هي الاجابه دي، يعني من يكن حازما فليقسو. انا احب دايما اولاد، يعني ممكن انا ادعي او الام بتدعي على ابنها وتكره من يقول امين. من يقول امين عايز حد بس هي بتفضفض، لكن هي عايزه ما حدش يقول امين، تتضايق اللي يقول امين. يبقى الاجابه من يكن حازما، اللي بيكون حازم فليقسو احيانا على من يرحم، وهذا هو الاسلوب الذي اتبعه والد الايه؟ والد الطفل. سؤال جميل قوي يا استاذ بلال. الله يبارك لك، صح صح، وربنا يحفظ ولادنا يا رب امين. القطعه الثانيه يا شباب هي قطعه الفصل العاشر على فكره يا استاذ بلال، دي الفصل العاشر من كتاب حياتي لاحمد امين. اتفضل. تمام. رزقت صحبه طالب اخر في الازهر من بلدنا يا شباب، من شبين الكوم، لا اذكر كيف تعرفت به، وكان يجبرني بخمس سنين او ست، وكان رحمه الله بدينا مستدير الوجه، طيب القلب، مرحا في ادب. الشاب دوت اللي هو طالب في الازهر كان متزوج، تزوج وترك زوجته وابنه في بلده، وحضر الى الازهر يطلب العلم، وخلف اهله لابيه، يعني سابهم لابوه، ينفق عليهم كما ينفق عليه، يعني بينفق على العيال وعلى ابوهم مع قله دخله وضعف حاله. هذا الطالب قد مر بالمرحلة الأولى الشاقة التي أمر بها، وبرضه مرن على الطريقة الأزهرية، أي تمرن عليها. هذا الرجل مستنير الذهن، لم يعبأ، يعني لم يهتم بما يقول شيوخ الأزهر في الشيخ محمد عبده. هي دي صفاته بقى يا أستاذ بلال، صفاته. نعم نعم. كان بيحب الإمام محمد عبده وبيكره أي حد يتكلم عنه ربع كلمة. وكان في بعض شيوخ الازهر كانوا بيرموا الشيخ محمد عبده بالزندقه والالحاد. تعود هذا الرجل ان يحضر دروسه في دروس الامام محمد عبده في تفسير القران، ويسمع منه كتاب دلائل الاعجاز واسرار البلاغه، وكثيرا ما الح علي ان احضر دروس الشيخ معه، فابي ارفض استصغارا لعقلي مع عظم دروسه، ولكن ولأن ذلك يضطرني إلى أن أبقى في الأزهر إلى ما بعد العشاء، إذ كانت دروس الشيخ تبتدئ بعد صلاة المغرب وتستمر إلى أذان العشاء. هنا أستاذ بلال، إذ هنا والمفعول لأجل استصغارا وإذ ولأن، يبقى بيدي علاقته جملة بما قبلها يا أولاد، بيدي علاقته، يبقى علاقة تعليلية على طول. اتفضل يا أستاذ بلال. وأخيرا تغلب علي هذا الرجل اللي اكبر منه خمس سنين، قدر يتغلب عليه ويشوقني لدروسه بما كان ينقل الي من ارائه، وفعلا حضرت درسين اتنين للشيخ محمد عبده، فسمعت صوتا جميلا ورايت منه منظرا جليلا، وفهمت منه ما لم افهم من شيوخ الازهريين. دي سمات اسلوبه برضو او سماته الشخصيه يا استاذ بلال. تمام تمام. وندمت على ما فاتني من التلمذة عليه، واعتزمت أن أتابع دروسه، ولكن كان هذان الدرسان هما آخر درسه رحمه الله. ما يعني نفهم من كده يا أستاذ بلال؟ أيوه. نفهم من كده إيه؟ إن الشيخ ده كان إيه؟ يعني هذا الشيخ محمد عبده توفي. طبعا طبعا. مات. كنا نجلس
قبل الدروس نحضرها، فيوضح لي صاحبي بعض ما غمض علي من الرموز والعبارات، فأستطيع أن أتابع الشيوخ فيما يقولون إلى حد ما، إلى حد ما. هنا بقى السؤال والأسئلة بتاعتنا يا شباب، تعالوا نشوف السؤال الأولاني بيقول إيه. أستاذ محمد اتفضل. تمام أستاذ بلال، شكرا أستاذ بلال على هذه القراءة المعبرة، الله يخليك ما شاء الله على حضرتك. عزيز الطالب، عزيز الطالبة، السؤال يقول: بما فسر الكاتب قدرة صديقه على توضيح ما غمض من الرموز والعبارات؟ صديقه كان بيفسر له كل شيء غمض عليه سواء كان من الرموز أو العبارات، طيب ليه كان قادر الصديق ده قادر على تفسير للطفل، بيفسر للطفل؟ هل يا ترى بسبب حرص صديقه على حضور دروس الشيخ محمد عبده، ولا لأن الكاتب كان يستصغر عقله أمام عظم دروس صديقه، ولا لأن صديقه سبقه في الدراسة وتمرن على طرقها في الأزهر، ولا لأن صديقه كان يكبر بخمس سنين؟ طبعا بالعودة إلى السؤال، بالعودة إلى الفكرة أولاد، هنجد أن الكاتب فسر قدرة صديقه على توضيح ما غمض عليه يرجع ذلك. لو رجعنا القطعة، ده سؤال بيعتمد على الفهم البسيط لرقم جيم، لأن صديقه سبقه في الدراسة وتمرن على طرقها في الأزهر. تفضل أستاذنا الغالي. تمام يا أستاذ محمد، شكرا لحضرتك. السؤال اللي بعد كده يا شباب هو: ليه الكاتب بتاعنا لم يحضر سوى درسين بس للشيخ محمد عبده؟ ممكن بعد إذنكم طبعا هنحط الاختيارات ونرجع للقطعة نشوف، هل يا ترى لأن صديقه كان ينقل إليه ما يقال في دروس الشيخ، ولا لأن ذلك يضطره إلى أن يبقى في الأزهر إلى ما بعد العشاء، ولا تأثرا باتهام شيخ الأزهر الشيخ محمد عبده بالزندقة والإلحاد، ولا بسبب وفاة الشيخ محمد عبده بعد فترة وجيزة؟ ما تيجي تعالى نشوف كده آخر ثلاث أسطر من تحت، أدي سطر اثنين ثلاثة: ولكن هذان الدرسان هما آخر درس رحمه الله. رحمه الله دي يعني ايه يا شباب؟ يعني تعيش انت. يبقى دول درسين عملهم واتكل على الله. يبقى هنا الإجابة تبقى ايه يا شباب؟ نسمع بقى كده ونشوف الإجابة: بسبب وفاة الشيخ بعد فترة وجيزة. خد بالك أستاذ بلال، لأن في ناس بيجاوب الإجابة دي غلط، كتير قوي من أبنائنا الطلاب بيجاوبوها غلط، فهي الإجابة الصحيحة هي رقم د. شكرا أستاذنا الفاضل، شكرا أستاذ بلال. تفضل يا فندم. سؤال آخر عايز الطالب، عايز الطالبة، السؤال هنا بيتحدث عن الدلالة، الدلالة المعنوية. استنتج عزيز الطالب، عزيز الطالبة، دلالة قول الكاتب تغلب علي في سياق الفكرة الثالثة. هل يا ترى تغلب علي أي انتصر علي، استولى علي؟ هل تعني هنا الدلالة بقى إيه؟ الدلالة إيه؟ هل خدعني بقوة بيانه؟ هل أجبرني على اتباعه؟ هل اقتنعت برأيه؟ ولا سيرته وجريته رغما عني؟ لا، لو رجعت لها تاني هتجد الدلالة هنا تعني اقتنعت برأيه، اقتنعت برأيه، يبقى غلب علي أو تغلب علي أي الاقتناع. شكرا أستاذنا الغالي. العفو يا فندم، شكرا لحضرتك. السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول: استنتج الدلالة بتاع قول الكاتب إلى حد ما، يعني بعد ما كان بيفسر له بدأ يفهم إلى حد ما، هل هنا إلى حد ما معناها لم يبقى إلا القليل من كلام الشيخ اللي بس بيغمض عليه، يعني فهم كل حاجة وحاجات قليلة بس اللي ما فهمهاش، ولا ظل الكاتب يجب صعوبة في فهم كثير من كلام الشيخ أو الشيوخ، ولا لم يعد الكاتب يجب أي صعوبة في فهم كلام الشيوخ، ولا أصبح يعتمد عليه كلية على صديقي طبعا بديلا عن سماع شرح الشيوخ؟ لو أنت خدت بالك يا ابني الكلام بيقولك إلى حد ما، يعني أنت فهمت يعني إلى حد ما، إلى حد ما معناها فهمت كله وقليل بس اللي ما فهمتوش، ولا لقيت صعوبة برضو موجودة وكتيرة بس فهمت قليل؟ ما هي إلى حد ما يعني قليل، قليل اللي فهمت مش قليل اللي خلي بالكم ما فهمتوش. كلام الشيوخ بالظبط. يبقى الإجابة رقم باء والسؤال رقم خمسة. أستاذ بلال على هذا التوضيح الرائع، أشكرك. الله يسلمك، تفضل يا فندم.
سؤال آخر عايز الطالب عايز الطالبة، هات من القطعة ما يدل على تميز أسلوب الشيخ محمد عبده عن غيره من شيوخ الأزهر. طبعا هو كان بيتميز وبينفرد عن شيوخ الأزهر بإيه؟ هل يا ترى كانت دروس الشيخ بتبتدئ بعد صلاة المغرب وتستمر إلى أذان العشاء؟ ولا سمعت صوتا جميلا ورأيت منظرا جليلا وفهمت منه ما لم أفهم من شيوخ الأزهريين؟ ولا بيوضح لي صاحبي بعض ما غمض من الرموز والعبارات؟ أظن ما لهاش علاقة. اتهم شيوخ الأزهر الشيخ محمد عبده بالزندقة، أي المجون والفساد والفسق والإلحاد، أعتقد ما لهاش علاقة. يبقى أنا عندي رقم ألف أو رقم ب. طب بالعودة إلى الفكرة، هنجد إن الشيخ كان بيتسم بيشوف أهو، لو أنت عديت كده واحد اتنين تلاتة الرصات الرابع من تحت، فبقول لي فحضرت درسين اثنين، فسمعت صوتا بص جميلا ورأيت منه منظرا جليلا وفهمت منه ما لم أفهم من شغل الأزهريين. يبقى إذا الإجابة مباشرة أهو، يبقى لازم أرجع للقطعة تاني، ما أخدش أي إجابة كده وخلاص، أو واحد زميلي في اللجنة يقول لي يا ابني هي دي كذا، لأ لازم أنا أعتمد على نفسي وأعتمد على عقلي وفكري، أرجع لإجابة الإجابة رقم ب. شكرا أستاذ بلال. العفو يا فندم. السؤال السادس يا شباب بيقول: كل ما يلي ينفع أن يكون دليل على جدية طلاب العلم في الأزهر. انشغالهم بتحصيل العلم رغم الفقر وصعوبة الدراسة في تلك الحقبة ما عدا. هل يا ترى كل ينفع ما عدا ألف ولا ب ولا جيم ولا دال؟ ارجع كده للكلام وشوف، هات من تحت لفوق. رقم دال: كلنا نجلس قبل الدروس بنحضر، أدي الاجتهاد. تمام، هذا الطالب قد مر بالمراحل الأولى الشاقة، أدي دلالة، ومرن على الطريقة الأزهرية، أدي دلالة. طيب ترك زوجته، ساب عياله وحضر الأزهر عشان يطلب العلم، أدي كل دي دلالات على جدية طلاب العلم. أبا استصغار فأبي إلى استصغار لعقلي، ولأن ذلك يضطرني إلى ده هنا كسل، يبقى دي ما هياش جدية. يبقى كله ينفع ما عدا رقم ألف يا شباب. تمام استاذنا الفاضل، اتفضل يا استاذ محمد. سؤال اخر عايز الطلبه عايز الطالبه، استنتج ما يربط بين موقف كلا الكاتبين في ضوء فهمك للقطعه. استنتج مره تانية ما يربط بين موقف كلا الكاتبين في ضوء فهمك للقطعه. هل يا ترى قدره الانسان على الفهم تتطلب عمرا طويلا او مديدا، أو كلما صغر سن الإنسان فقد القدرة على التعلم؟ يعني لما بيصغر سن الإنسان بيفقد القدرة على التعلم، ولا السن والخبرة يثقلان قدرة الإنسان على الفهم؟ ولا الإنسان قادر على تذوق كلام لا يفهم معناه؟ طبعا الإجابة رقم د دي أنا بستبعدها. وكذلك أصلا برضو عندنا رقم باء: كلما صغر سن الإنسان فقد القدرة على التعامل، برضو بس بستبعد. يبقى أنا عندي ألف وعندي رقم جيم. طيب نشوف يا ترى، نوازن ما بين الاتنين، هل السن والخبرة لما يكون سنك كبير وفيه عندك خبرة مش دي بتثقل قدرة الإنسان على الفهم زي ما حدث مع الطالب كان هو بيكبر سنا عن الطفل، فبالتالي كان بيفهمه ما غمض عليه من رموز. يبقى إذا الإجابة يا أولاد على طول رقم جيم، يبقى السن والخبرة هما يثقلان قدرة الإنسان على الفهم دائما. تفضل أستاذنا الفاضل. الله، معانا بقى كمان يعني من الكتب المحببة إلى نفسي كتاب شخصية مصر للكاتب جمال حمدان. طبعا بيقول: أشار جمال حمدان في كتابي عن جغرافية مصر أن مصر تحتل مكانا وسطا، سواء من حيث الموضع أو الموقع، وسطا بين خطوط الطول والعرض، وبين قارات بين القارات والمحيطات، حتى بين الأجناس والسلالات والحضارات والثقافات. وليس معنى هذا أن المصريين أمة نصف، لا يا حبيبي، مش احنا النص بقى، مش احنا، ولكن ركز اقرأ صح. المعنى الوسط هنا ايه؟ أمة وسط، بمعنى أمة وسط. يعني ايه برضه؟ يعني متعددة الجوانب والأبعاد والثقافات، البعد الآسيوي، البعد الإفريقي، النيلي، المتوسطي، العربي،
وهذه الابعاد يا شباب تتداخل فيما بينها مما يثري الشخصيه القوميه والتاريخيه ويبرز عبقريه المكان. الله، عبقريه المكان. ربنا سبحانه وتعالى وهب مصر مكانا، هذا المكان فيه عبقريه. من حيث الموضع فان التربه المصريه كبيئتها منقوله من منابع النيل في قلب افريقيا الى عتبه البحر المتوسط، وتداخلت فيها خطوط العرض المتباعده والمتفاوته، وهي تمثل في النهايه حاله نادره من تراكم البيئات. نعم، كما ان الايراد المائي، الميه اللي بتورد لينا بتصل لنا لمصر، ياتي زي ما كنا بنتكلم ده على اطول انهار العالم، كما ان الايراد المائي لمصر ياتي معظمه من نهر النيل. وهكذا اخذت مصر مائيه الموسميات دون أن تأخذ منها مناخها القاسي أو رطوبتها. وتتميز مصر بمحاصيلها الزراعية المعتدلة، حيث تجمع بين محاصيل البحر المتوسط في زراعتها الشتوية، وبينما الصيفية تنقلها إلى النطاق الموسمي. أستاذ محمد، ومن حيث المناخ فيلخصه المكرزي في مصر متوسطة الدنيا سلمت من حر الأقاليم الأول والثاني ومن برد الأقاليم السادس والسابع ووقعت في الإقليم الثالث، فطاب هواؤها وضعف حرها وخف بردها. وفيما يسمى بجغرافية مصر الاجتماعية، ربط جمال حمدان بين الطبيعة النهرية لمصر وحضارتها، بتأكيده حقيقة أن مصر بيئة فيضية لا تعتمد على المطر الطبيعي في حياتها، وإنما على ماء النهر. وهنا يكمن الفرق في حياة المجتمع النهري وطبيعته. ففي البلاد التي تعيش على مياه الأمطار مباشرة، يختزل المجهود البشري إلى حده الأدنى، فبعد قليل من إعداد الأرض والبذر يتوقف العمل أو يكاد حتى موعد الحصاد. أما في بيئة الري النهري لا بد من تأسيس شبكة كثيفة من الترع ابتداء من قنوات الحمل وقنوات التغذية إلى مساق الحقول، إذن حتى تزرع في البيئة الفيضية. حتى تزرع في البيئة الفيضية لابد لك أولا من أن تعيد تشكيل الطبيعة. فضل شزلان. يعني يا استاذ محمد، ان انا فهمته من القطعه دي ان الناس اللي بتعيش على ميه المطر ما بتتعبش قد الناس اللي بتعيش على الري. تمام، الناس بتبذل مجهود كبير. اتفضل يا استاذنا. والزراعه بالري النهري تخلق تضارب في المصالح بين الناس. طبعا ده عاوز يروي الاول، ده عاوز يروي ده قبل ده، وده مشكله، وتضعهم في مواجهه بعضهم بعضا. فبغير ضبط النهر وتنظيم العلاقه بين الناس هتتحول العملية، عملية توزيع الماء، إلى صراع يحكمه قانون الغاب. ومن هنا يصبح التنظيم الاجتماعي شرطا أساسيا للحياة في ظل هذا النمط، حيث يتحتم على الجميع أن يتنازلوا طواعية عن قدر من حريتهم خضوعا لسلطة أعلى. هيزعلوا مع بعض وهيتخانقوا، هيروحوا لمين؟ للعمدة. العمدة بقى، يلا يا أبو سويلم أنت اللي هتروي الأول، يلا يا أبو سويلم، وانت يا محمد خليك للمره الجايه. يبقى معنى ذلك هيتنازلوا طواعيه لان في سلطه اعلى. اذا النيل، وجود نهر النيل عمل لنا نوع من السلطه ما تلاقيهاش في الحتت الثانيه. تمام، لسلطه اعلى تضمن التوزيع العادل للماء بين الجميع، ليتالف في النهايه ما يطلق عليه المجتمع الهيدرولوجي النموذجي الذي تنسج خيوطه من ثلاثيه الماء، الفلاح، الحكومه. يبقى دي تفصيل بعد اجمال يا استاذ بلال. طبعا تفصيل بعد اجمال. تمام، اضافه الى مخاطر الصراع الداخلي، ينبغي ايضا الا نغفل عامل مهم جدا يهدد البيئه الفيضيه من خارجها. يبقى الخطر ممكن يجينا من الداخل وممكن يجينا من الخارج. طبعا مصر من ساعه ما ربنا خلقها وهي عرضه ليه؟ لانها واحه، تعتبر واحه وتعتبر في وسط صحراء تانية، فهي واحه صحراويه معرضه لاطماع وغارات الرعاه والبدو باستمرار. وهذا في ذاته يستدعي تنظيما سياسيا قويا متماسكا في الداخل، وهو وحده جدير بان يعطي الحكومه سلطه قويه.
استاذ رائع محمد. استاذ بلاد، رائع استاذ بلاد، ما شاء الله على حضرتك. يخليك. السؤال الاول، عزيزي الطالب عزيزة الطالبة، بعد القراءة الجيدة القراءة الممتازة الرائعة من أستاذنا الغالي المعبرة، هيا بنا لكي نعبر هذه الأسئلة. بماذا عرف الكاتب وسطية مصر؟ طبعا ده سؤال مباشر يا أولاد، لما تيجي للقطعة ترجع للقطعة هتلاقيه مباشر قوي. هل يا ترى لو جينا نرجع كده تاني يا أستاذ بلال للبدائل وبعد كده نرجع للقطعة، لو ردينا تاني للبدائل، لو رجعنا، هل يا ترى تربطها منقولة من منابع النيل إلى شاطئ المتوسط البحر المتوسط؟ ولا هواؤها معتدل بين الحرارة والبرودة؟ ولا وقوعها قرب منابع النيل في قارة أفريقيا؟ ولا متعددة الجوانب والأبعاد والآفاق والثقافات؟ أستاذنا الغالي، بالعودة إلى القطعة مرة أخرى، هنجد أن بما وصف الكاتب وسطية مصر، هنجدها موجودة في السطر رقم 2 أو في السطر الثالث في آخره، أنها متعددة الجوانب والأبعاد والآفاق والثقافات، أهي قدامكم، أهي في آخر السطر الثالث على طول مع السطر الرابع، يبقى أنا جبتها من القطعة، ما بجيبش حاجة من دماغي، وده السؤال اللي بنقول عليه ده فهم بسيط، يبقى الإجابة يا أولاد رقم د. اتفضل أستاذنا الفاضل. جزاك الله خيرا. السؤال اللي بعد كده يا شباب، ايه السبب في ثراء الشخصية المصرية من وجهة نظر الكاتب؟ ايه اللي مخلي الشخصية المصرية تعتبر ثرية؟ مش ثرية يعني غنى فلوس، لا، الشخصية ثرية في حد ذاتها، شخصية مثقفة، شخصية عندها انتماء، شخصية. الثراء ده جاي نتيجة ايه يا شباب؟ هل يا ترى تداخل خطوط العرض المتباعدة والمتفاوتة فيها؟ هل تنوع المحاصيل؟ هل وسطية الموقع الجغرافي والتكوين الثقافي؟ اعتدال مناخها؟ نرجع بسرعة كده للقطعة ونشوف فين الثراء. الثراء يا جماعة فين؟ عندي الفقرة الأولى، رابع سطر في الفقرة الأولى أو خامس سطر، مما يثري الشخصية القومية والتاريخية. يبقى ثراء الشخصية منين؟ اطلع فوق أهو، اللي هو تداخل فيما بينها اللي هو المكان وكمان الثقافة. يبقى عندي حاجتين اتنين بيدوني ده، اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو اللهم صل على رسول الله في السؤال اهو، وسطية الموقع، اهي وسطية موقعها الجغرافي، والتكوين. حتى ده يخلي العالم كله ينظر الى ايه؟ الى مصر بسبب موقعها الجغرافي المتوسط بين قارات العالم. تمام يا استاذ محمد، اتفضل السؤال اللي بعده. اشكرك استاذنا الغالي المتميز. سؤال اخر عايز الطالب عايز الطالبه، استنتج علاقة عبارة أمة وسط متعددة الجوانب والأبعاد والآفاق والثقافات بما بعدها في سياق الفقرة الأولى. شوف أولاد السؤال وجماله، هنا بقى سؤال جميل قوي، بقول لك بص استنتج علاقة عبارة، بص أمة وسط متعددة، بص أمة وسط متعددة الجوانب والأبعاد والآفاق والثقافات بما بعدها في سياق الفقرة الأولى. لو جيت تشوف كده، هل يا ترى إجمال وبعده تفصيل، ولا سبب بعده نتيجة، ولا رأي وبعده دليل، ولا زعم وبعده استدراك؟ طبعا سبب وبعده نتيجة ما تنفعش خالص. رأي وبعده دليل، ده مش رأي، مفيش دليل، يبقى على طول هي واضحة ومباشرة، يبقى إجمال وبعده تفصيل. تفضل أستاذنا الغالي. فلا حضرتك السؤال اللي بعد كده يا شباب، يعني إيه مصر بيئة فيضية؟ استنتج ما قصده الكاتب من إن مصر بيئة فيضية. الفيضان، ركز، فاضت الحضارة على محيطها العربي، تكونت مصر من فيضان نهر النيل واعتمدت في حياتها على مياهه، واحة تحيط بها الصحراء من كل جانب، متعددة الجوانب متوسطة الأقاليم. أنا على ما أظن يعني العملية واضحة من الأسئلة اللي هو الفهم البسيط، اللي هو تكونت من فيضان نهر النيل واعتمدت في حياتها على مياهه. سؤال خمس محمد. شكرا استاذ بلال. عزيزي الطالب عزيزي الطالبه، سؤال اخر، هات مما ورد في المقال ما يمكن ان يفسر نشاه اقدم حكومه مركزيه في التاريخ على ارض مصر. هات مما ورد في المقال ما يمكن ان يفسر نشاه اقدم حكومه مركزيه في التاريخ على ارض مصر. هل يا ترى السؤال ده مش استنتاجي ولا حاجه يا اولاد؟ السؤال ده بالرجوع للقطعة بس لما نشوف البدائل ونرجع للقطعة. هل يا ترى بيربط الكاتب بين الطبيعة النهرية لمصر
وحضارتها بالتأكيد دي حقيقة أن مصر بيئة فيضية لا تعتمد على كذا، ولا بيتحتم على الجميع أن يتنازلوا طواعية عن قدر من حرياتهم لسلطة أعلى تضمن لهم عدالة توزيع الماء، ولا يختزل المجهود البشري إلى حده الأدنى في البلاد التي تعيش على الأمطار الشديدة؟ طبعا إجابة غير صحيحة. يجب تأسيس شبكة كثيفة من الترع ابتداء من قنوات الحمل وقنوات التغذية إلى مساق الحقول؟ أعتقد لا. طب أستاذ بلال، لو رجعنا تاني للفقرة كده، وعايز إيه؟ ناشئة أقدم حكومة مركزية في التاريخ. طب نرجع للفقرة كده أستاذ بلال ونشوف الإجابة. نشوف الإجابة. شوفوا بقى كده، لو رجعنا للفقرة مرة ثانية، شوف في السطر الثالث في آخره بيقول إيه؟ بيقول: وهنا يصبح التنظيم الاجتماعي شرطا أساسيا للحياة في ظل هذا النمط، خد بالك، حيث يتحتم على الجميع أن يتنازلوا طواعية عن قدر من حرياتهم خضوعا لسلطة أعلى تضمن التوزيع العادل للماء بين الجمل، يتألف في النهاية ما يطلق عليه المجتمع كذا. يبقى إذا الإجابة يا ولادي هي رقم كام؟ شو أنا كتبت من قطعة؟ رقم ب. يبقى الإجابة عز الطالب رقم ب. أنا ما جبتش من دماغي ولا حاجة، أنا جبتها برضو من إيه؟ من القطعة. يبقى رقم ب. اتفضل أستاذنا الفاضل. السؤال السادس حبايبي بيقول: هات من المقال ما يدل على أن تكوين مصر جعلها تتمتع بميزات مناطق الأمطار الموسمية لكنها لم تأخذ عيوبها. يا حبايبي خلي بالك، إحنا بناخد إيه من المناطق ديت؟ هل إحنا بناخد الحرارة بتاعتها ولا بناخد المية بتاعتها؟ السؤال بقى مهم. تعال: تميزت مصر بمحاصيلها الزراعية. أنا عاوز المقال، هات من المقال ما يدل على ده. المقال لو رجعناه هنلاقيها، بس انت بقى حاول تطلعها الاول. انت لسه قاري: هل تميزت مصر بمحاصيلها الزراعيه المعتدله، البيئه الفيضيه كواحه صحراويه معرضه لاطماع وغارات الرعاه والبدو باستمرار، اخذت مصر مائيه الموسميات دون ان تاخذ مناخها القاسي او رطوبتها، في البلاد التي تعيش على الامطار مباشره يختزل المجهود البشري الى حده الادنى؟ تعالى يا عم بجيبها لك من اهو اهي. أنا عندي كده يا أستاذ بلال، في طالب كده بيقول الإجابة يا أستاذ هي رقم جيم، فبما ترد عليهم بعد عودة حضرتك إلى القطعة مرة أخرى يا أستاذ بلال؟ تمام يا فندم، تمام. حضرتك لو بصيت عدي سطر اتنين تلاتة من تحت في تمام آخر التالت من تحت، تمام وهكذا: أخذت مصر مائية الموسميات دون أن تأخذ منها مناخها القاسي أو رطوبتها. يبقى أنا هنا جبتها من القطعة نفسها. شكرا لعلي وشكرا لعلياء، شكرا تفضل. جزيلا، شكرا أستاذنا الفاضل. العافية يا فندم. سؤال آخر ده بيعتمد على الموازنات. وازن عزيز الطالب بين البيئة المعتمدة على الري بالمطر والبيئة المعتمدة على ري النهر من حيث الجهد المبذول في الزراعة. طبعا برضو هتلاقي عز الطالب انا ما بجيبش حاجه من عندي، لازم تقرا القطعه قراءه متانيه وتقراها قراءه جيده وتفهم العلاقات الضمنيه بين الجمل، لازم تفهم. شو بقول لك؟ وازن بين البيئه المعتمده، سؤال برضو بسيط، وازن بين البيئه المعتمده على الري بالمطر والبيئه المعتمده على ري النهر من حيث الجهد المبذول في الزراعه، هل يا ترى الجهد المبذول في ري النهر اكبر منه في ري المطر، ولا كلاهما يكون تدخل السكان فيه محدود والجهد المبذول في حده الأدنى؟ كلاهما يتطلب جهدا كبيرا وتدخلا واسعا من السكان، ولا الجهد المبذول في ري المطر أكبر منه في ري النهر؟ طبعا عزيز الطالب عزيز الطالبة، لو رجعنا إلى الإجابة هنجد الإجابة رقم ألف، الجهد المبذول في ري النهر أكبر منه في ري المطر. تفضل أستاذنا الغالي. وده موجود يا فندم القطعة الفقرة الثانية تحت اهي اللي انا بشرحها بالماوس. ففي البلاد التي تعيش على مياه الامطار مباشرة يختزل الجهد البشري الى حد الادنى. تمام، تفضل استاذ بلال. رحلة اعظم انهار الدنيا. على فكرة يا استاذ بلال، هذه الاسئلة كلها من امتحانات الثانويات العامة، والإجابات إجابات طبعا موثوق بها تماما، دي منصة وزارة التربية والتعليم. اتفضل يا أستاذ الغالي. اعتبرت موسوعة جيمس ريكورد للأرقام العالمية نهر النيل خلاته أطول أنهار العالم اعتماد رسمي بطول يمتد إلى 6695.
كيلومتر متفوقا على نهر الأمازون، ثاني أطول أنهار العالم بعد نهر النيل. يقطع النهر النيل العظيم رحلته الطويلة العجيبة من المنبع وصولا للمصب بجميع روافده، مبدلا أسماءه، معدلا مساره عبر الصخور والمستنقعات والوديان، مخترقا حدود 11 دولة جميعها نالت شرف الانتساب إليه فيما أطلق عليها دول حوض النيل. وتضم دول حوض النيل كل من مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبروندي والكونغو الديمقراطية وإريتريا. تفضل يا محمد. ويبدأ النيل رحلته من بحيرة فيكتوريا ويقطع مسافة 70 كيلومترا حتى يصل بحيرة كيجاوا، ثم يستكمل رحلته عبر الصخور والوديان لمسافة 500 كيلومترا حتى يصل إلى بحيرة ألبرت، وهناك يسمونها باسمها، ثم يغادرها متجها إلى جنوب السودان، وهناك يتدفق عبر شلال فولا ويتغير اسمه هناك إلى بحر الجبل، ويستكمل رحلته فيلتقي بنهر أسوا ويتجه نحو منطقة المستنقعات الكثيفة، فتتفرع مياهه ثم تعود لتتجمع مرة أخرى، ثم يلتقي بنهر الصوبات ويتغير اسمه إلى النيل الأبيض، ويغير مساره نحو الشمال ويستمر في جريانه مغادرا جنوب السودان مخترقا حدود جمهورية السودان. وعند وصوله العاصمة السودانية الخرطوم يلتقي هناك بالنيل الأزرق، وتتحد مياههما في مسار واحد هادر يسمى نهر النيل. بعدها يشق طريقه متجها صوب مصر، وقبل دخولها يلتقي بآخر روافده نهر عطبرة، ويتحد معه منطلقا إلى غايته التي أرادها الله له، متفرعا على أرض مصر إلى فرعين، فرع دمياط إلى الشرق وفرع رشيد إلى الغرب. وصولا إلى سواحل البحر المتوسط يصل النيل إلى مصر مكونا الدلتا، واهبا أرضها الحياة والنماء ريا وزراعة ونقلا وتجارة وصيدا. تفضل أستاذنا. وتمتد دلتا النيل على طول 241 كيلومتر من الساحل المصري من الإسكندرية في الغرب إلى بورسعيد في الشرق، وهي واحدة من أكبر دلتا الأنهار في العالم، ويعيش عليها حوالي 40 مليون نسمة، أي ما يقرب من نصف سكان مصر وقت كتابة هذا المقال، لأن احنا العدد زاد. ويحمل نهر النيل حوالي 110 مليون طن من الطمي سنويا، يأتي معظمها من الهضبة الحبشية، ولكميات الطمي هذه أثر كبير على دول الحوض، حيث تجدد خصوبة التربة على ضفتيه وتقلل مخزون السدود المقامة من المياه. سؤال الأول يا أستاذ محمد. أشكرك أستاذ بلال على هذه القراءة الجميلة الرائعة المعبرة. الله يخليك. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، هيا بنا إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول: بما تميز نهر النيل على أنهار العالم وفق موسوعة جينيس؟ طبعاً هل يا ترى بيتميز بسعة مجرى، طول مجرى، حجم مياهه، عدد الدول المستفيدة؟ بالعودة إلى القطعة عزيز الطالب عزيز الطالبة، سؤال بيعتمد على الفهم البسيط، هترجع للقطعة هتجد يرجع ذلك إلى طول مجرى. طول مجرى وهي موجودة، والأستاذ بلال بيشاور عليها بالمؤشرات، طول مجرى. سؤال آخر أستاذنا الغالي، تفضل. السؤال الثاني يا حبيبي بيقول: أين تقع أكبر دلتا في العالم؟ مش محتاجة هجاوب. هل في جنوب السودان على ضفاف نهر الصباط؟ في مصر بين فرعي النيل في دمياط ورشيد؟ السودان عند التقاء النيلين الأبيض والأزرق؟ إثيوبيا على ضفاف بحيرة فيكتوريا؟ يا ترى لو رجعنا هنلاحظ موجودة تحت في آخر 3 أسطر أهو، متفرعا على أرض مصر إلى فرعين، فرع رشيد وفرع دمياط وفرع أهو قدامي. يبقى هرجع تاني للسؤال التاني وتبقى الإجابة
مصر بين فرعي النيل ورشيد ودمياط. السؤال الثالث استاذ محمد. شكرا استاذ بلال. العافية فندم. استنتج عزيز الطالب عزيز الطالبة العلاقة بين الفقرة الثانية والفقرة الثالثة. طبعا هنا سؤال ده بيعتمد يا أولاد على إدراك العلاقات الضمنية بين الجمل. هل يا ترى لما نجيب أستاذ بلال كده الفقرتين هنجد الفقرة الثانية والثالثة، دي هل الثانية، دي دي الثانية الفقرة؟ أيوة. لو جبنا أدي الفقرة يا أولاد، أدي دي الفقرة الأولى والفقرة آدي الثانية الثالثة، هنجد إن علاقة الجملة اللي فوق هنا كان يعتبر الفقرة اللي قبلها إجمال، وهذه الفقرة الأخيرة تعتبر تفصيل. يبقى علاقة الفقرة الثانية بالفقرة الثالثة يبقى تفصيل بعد إجمال، وطبعا دي بتدركوها على طول عايز الطلبة بسهولة ويسر. سؤال آخر أستاذ بلال اتفضل. تنتج المرحلة التي يتخذ فيها النهر أو يتخذ فيها النهر مسمى النيل بالعامية. أي مرحلة بنقول على النهر هنا اسمه نهر النيل؟ لأن إحنا قلنا تعددت المسميات. هل في المنطقة أثناء انحدار مياه الأمطار من هضبة فيكتوريا، ولا امتزاج مياه النيل الأزرق بمياه نهر عطبرة، ولا تفرع مياه النيل الى فرعي رشيد ودمياط وتكون دلتا النيل ما تتسرعش، ولا التقاء النيلين الابيض والازرق عند مدينه دمياط؟ ونرجع للقطعه يا شباب ونشوف اهي، لو الماوس قدام حضرتك باين هنا يسمى نهر النيل، عد 4 سطور من تحت اهو. فين بقى؟ اطلع بقى في اللي قبله، لما بيوصل للعاصمه السودانية الخرطوم يلتقي هناك بالنيل الأزرق، ساعتها يسمى نهر النيل. تمام تمام. استاذ يبقى محمد. لو رجعنا ادي إجابتنا هنا، امتى؟ عند التقاء النيل الأبيض والأزرق عند مدينة الخرطوم. السؤال الخامس محمد. اشكرك استاذ بلال، اشكرك استاذنا الفاضل. الله يكرمك. عزيز الطالب، حدد مما يلي المقولة التي تفسر كيف تكونت التربة الخصبة للدلتا. حدد مرة ثانية مما يلي المقولة التي تفسر كيف تكونت التربة الخصبة للدلتا. هل يا ترى تفرع مياه النهر عند دخوله مصر إلى فرعي دمياط ورشيد؟ طبعا أنا بالنسبة لي قرأت القطعة مرتين فأنا مدرك القطعة، يبقى ألف خطأ. هل اشتغال ما يقرب من نصف سكان مصر بالزراعة على ضفتي النهر؟ برضو أعتقد الإجابة خاطئة لأن أنا أدركت القطعة وقرأتها مرتين. هل تراكم الطمي في فتحات السدود المقامة وتراجع مخزونها من المياه؟ برضو الإجابة خاطئة، لكن بالعودة للقطعة هتجد هي الإجابة رقم د، ترسب الطمي الذي تحمله مياه النهر وتراكمه عبر آلاف السنين. تفضل أستاذنا الغالي. السؤال قبل الأخير السادس بيقول، هات من الموضوع ما يتفق مع مقولة هيرودوت، مصر هبة النيل. يا ترى مصر هبة النيل، أني جملة من دي تفسرها؟ أني جملة من دي نقول آه دي اللي تنفع مع العبارة دي؟ ركز معايا. هل يا ترى مصر هبة النيل؟ إن النيل بيشق طريقه متجها إلى صوب مصر، وقبل دخوله يلتقي بآخر أو بآخر روافده نهر عطبرة ويتحد معه، ولا يصل النيل مكونا دلتا واهبا ارضها الحياء والنماء ريا وزراعه ونقلا، ركز، وتجاره وصيدا، موجود الكلام ده في القطعه. يحمل النيل حوالي 110 مليون طن من الطمي سنويا، ياتي معظمها من الهضبه الحبشيه. تؤثر كميه الطمي التي يحملها النيل على دول الحوض حيث تجدد خصوبه التربه على ضفتيه، ركز. ولو حبيت ترجع للقطعة، القطعة قدامي آخر سطر تحت، آخر سطر، يصل النيل إلى مصر مكوناً الدلتا، ركز، واهباً واهباً أرضها الحياة والنماء. يبقى من هنا أهو مش من دماغي، يبقى أرجع للسؤال السادس مرة أخرى وتبقى الإجابة رقم باء. أستاذ محمد ختامها إسك، اتفضل يا أستاذ محمد. الله يخليك يا أستاذ بلال، أشكرك أستاذ الفاضل. عزيز الطالب عزيز الطالبة، اكتب في ضوء فهمك للموضوع رأيا مبررا تجاه من يجرفون تربة الأراضي الزراعية ويقيمون المباني الخرسانية عليها. طبعا أعزائي الطلبة والطالبات،
عايز يقول رأي مبرر له سبب تجاه من الذين يجرفون تربة الأراضي الزراعية ويقيمون المباني بيبنوا عليها وكلام من ده كله. اكتب في ضوء فهمك، شوف بفهم السؤال مرة تانية، اكتب في ضوء فهمك الموضوع رأيا مبررا تجاه من يجرفون، الناس اللي بتجرف التربة الزراعية ويقوم عليها المباني، هل نقول لهم كده لا يجوز تحويل الأراضي الزراعية إلى مباني خرسانية ونغير الطبيعة الريفية التي وهبها الله لمصر؟ ولا نقول لهم لا يجوز إهدار ثروة طبيعية لا تعوض وهبها النيل لمصر عبر آلاف السنين، فمن لا يملك قوته لا يملك إرادته؟ أنا أعطاك الإجابة دي، بس نشوف البدائل بقية الاختيارات. تجريف التربة والبناء على الأراضي الزراعية ضرورة لمواكبة التطور الحضاري لمصر؟ أعتقد لا. هل تجريف التربة جريمة في حق مصر؟ أيوة هي جريمة، لكن البناء على الأراضي الزراعية يمكن تعوضها بزراعة الصحراء؟ أبدا، عمرنا ما نقدر نعوض الأرض الزراعية التربة الخصبة بزراعة الصحراء. يبقى أنا استبعد كده يا أستاذ بلال أ ج واستبعد إيه رقم د، يبقى أنا عندي أ أو ب. طبعا بالعودة كده هنشوف الرأي الأرجح والصواب اللي هو رقم ب، لا يجوز إهدار ثروة طبيعية لا تعوض وهبها النيل لمصر عبر آلاف السنين، فمن لا يملك قوته لا يملك إرادته. وبذلك نكون أعزائي الطلبة والطالبات نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أتمنى من المولى عز وجل أن تكونوا قد استفدتم استفادة كبيرة، وشكرا لأستاذي الفاضل أستاذ بلال عبد وجاد كبير معلم اللغة العربية بمحافظة المنوفية. كان معكم أخوكم محمد الصاوي من طنطا، وإلى اللقاء. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.